كيف السبيل إلى إقناع العائلات بضرورة تفادي الزيارات؟ يتساءل طاقم مستشفى بوفاريك. فوضى وجدل كبير عاشته هذه المؤسسة الاستشفائية بسبب رغبة هؤلاء في زيارة مرضاهم من جهة، وسوء ظروف الإقامة بالمستشفى من جهة أخرى. يقول المصاب: ما يخلي موالي جابوني الفراش قالك ممنوع، وجابوني ماكلة قالوا ما تدخلوش ممنوع، وهنا ما يسربيولكش ما يعطيولك والو، عيب. هما خافوا كي يدخل حاجة يزيد ينتقل لك. معليش يقطعوا الماكلة، يقطعوا الحوايج هذو، بصح يوصلونا هنايا. طلع تشوف السيرفيس. نجيب موالي يا خويا يجيب لي فراشي. يقولك ممنوع، يجيب موالي يجيب لي ماكلتي، يقولك ممنوع، هنا ما يمدولكش. الصباح جابونا قهوة محروقة، وقسم بالله راه شربتها بجو طابل. مديرية الصحة لولاية البليدة أكدت أن المياه ليست السبب الرئيسي في انتشار وباء الكوليرا، ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر. السبب هذا نتاع الكوليرا ليست مياه الشبكات المياه، وليست مياه الحنفيات ولا الآبار، هذا حتى الآن تأكدت بالتحاليل. هو الشك الآن هو راه في بعض الخضر والفواكه اللي تتكل ناكلوها بدون طهي، بدون ما تغليش، وما عرفناش بس السبب، لأن رانا في طور التحري، ما عرفناش اسكو بطيخ دلاع خيار ولا أي مواد غذائية. قلق لدى المرضى المحتجزين وعائلاتهم، واستنفار لدى طاقم مستشفى بوفاريك، فما إن تفرغ أسره إلا وتمتلئ بمصابين جدد.